عبد الله مطر، Master and PhD in Periodontology, Lecturer of Periodontology, MSA University, Certified International Speaker from Taiwan, Member of IADR, EFP, and ESSDI, Director and Owner of Cure Dental Academy, تحت عنوان Soft Tissue Augmentation Around Dental Implants. طبعا يعني اهم من ان احنا نفيد الدكاتره ان احنا نحاول ان احنا نضل يعني نبراكتس ونقرا وما نسيبش ابدا اي ثغره او اي مشكله عندنا في الشغل. يعني دي نصيحه من اخ كبير لو تاخدوها، ما ينفعش ان انت تبقى لسه دكتور متخرج، دكتور صغير او حتى لو كبير بيشتغل في عياده وتقول انا ما بحبش اعمل ده، انا ما بحبش اشتغل دي. انا قبل ما اتخصص بيريدونتولوجي وامبلانتولوجي كنت بشتغل كل حاجه، كنت بخلع وبعمل اندو، بشتغل بيدو وبعمل سيرجي وبعمل كل حاجه. طبعا في الاول احنا بنقف مع دكاتره وبنبدا ان احنا يعني نستفيد من خبراتهم ونبدا ان احنا ناخد التاكتايل سنسيشن والدفعه الاولى، وكل ده جميل، بس اهم من ده الاستمراريه. لو حضرتك قدش في الحاجات دي كلها مش هتعرف تشتغل. وكمان احنا عارفين ان احنا الشغلانه بتاعتنا دي شغلانة عملية. يعني ايه عملية؟ يعني انت كويس قوي في النظري وكل حاجة، لازم بايدك تنزل وتطبق الكلام اللي احنا بنقوله. خدت كورسات، سمعت محاضرات، كل ده تمام وحلو، وخدت نوتس وكتبت وذاكرت وطلعت من الاوائل، لازم تمرن ايدك. كتير قوي من دكاترة السنان ما بيكملوش في المجال بتاعنا بسبب ان هم بيستمروش، ما بيشتغلوش. حالة امباكشن مثلا، في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعمل حالات امباكشن او بتحبش تعمل حالات امباكشن. جرب وحاول، حتى لو مش بتحب بعد كده الدنيا هتبقى اسهل وهتحبها، وهتبدا انك انت تبقى احسن من غيرك فيها لانك انت بدات تستمر فيها وعملت استمراريه كويسه. نفس الشيء applies to implants، نفس الشيء applies to perio، نفس الشيء applies to pedo to surgery to endo. فيعني انا طبعا الادفايس المين ادفايس بتاعتي النهارده، حاول انك انت تطبق الشغل كله عملي وتستمر وتعمل حاله واثنين وثلاثه. ولو انت دكتور متخرج وعايز تتمرن لازم هتصرف على الحالات. يعني ما تقولش انا هجيب منين حالات تيجي لي العياده، هات حالات محدود الدخل، حالات مش مقتدره ان هي تدفع في العيادات، اشتغل عليها واتمرن عليها. ومش معنى كده ان هم فقر تجارب او حاجه، لا، انا بتكلم انك انت تنفع الناس وفي نفس الوقت تنفع نفسك. طيب احنا النهارده الحقيقه هنتكلم على موضوع جميل من وجهه نظري طبعا انا كبيريدونتولوجي، بس قبل ما اتكلم عليه احب اعرف نفسي. انا الدكتور عبد الله مطر، مدرس بيريدونتولوجي امبلانتولوجي جامعه الام اس اي، واخد الماجستير والدكتوراه في القاهره قصر عيني. انا ممبر اوف ذا اي اي دي ار والاي اس اس دي اي والاي اف بي، يوروبيان فيدريشن اوف بيريدونتولوجي. انا خدت سيرتيفيكيشن ان انا ابقى انترناشونال سبيكر من تايوان من 4 سنين. والحقيقه يعني الموضوع كله بيبدا من الصفر لحد ما تلاقينا في حته تانية خالص. طبعا التوفيق للجميع. طيب احنا النهارده هنبدا موضوع انا في رايي زي ما قلت ان هو موضوع مهم جدا، لا يخلو منه اي كورس او اي موضوع لو حضرتك ناوي تشتغل في مجال الدنتال امبلانتس. النهارده انا هتكلم على soft tissue augmentation around dental implants. طبعا احنا مش كتير بيتكلم عن soft tissue around the dental implant، لان هو المين ايشو around the dental implant هو البون. فحضرتك بتلاقي انواع البون والاوجمنتيشنز وهاو تو اوجمنت البون وهاو تو سيف البون والبيري امبلانتايتس وهاو تو سولف البيري امبلانتايتس، كلام حلو جدا. بس حضرتك عندك مين بروبلم برضو، وهي السوفت ايشو، الجدار الخارجي اللي بيحمي البون ده. طيب خلينا نتكلم بقى ونخش في المحاضره عشان طبعا ما نطلش على الناس، وهو الموضوع ان شاء الله يبقى شيق وظريف وما فيهوش اطاله لبعض الاشخاص. طيب ايه رايكم في الصوره اللي قدامنا دي؟ الكيس دي احنا عملنا لها دنتال امبلانتس، مالتيبل دنتال امبلانتس. طبعا يعني بخلاف ايه اسباب الحاله دي او ايه اللي وصلنا للحاله دي، احنا بنعمل امبلانتس في الاثيتيك زون ليه؟ عشان خاطر العيان بيبقى فاقد السنترلز او اللاترلز او الكاينينز وبيجي يشتكي بيقول انا عندي مشكله في الاثيتيكس. فطبعا حضرتك بتقترح لو هي لونج سبان ان احسن القصه دي دنتال امبلانتس. دلوقتي دنتال امبلانتس اصبحت حل مناسب جدا لحاجات كتيره قوي والمشاكل كتيره قوي، بتساعد ان احنا نعوض السنان المفقوده.
بس هي الفكره كلها it's not always about restoring missing teeth only, it's about giving or supplying the patient with proper aesthetics and proper function. طبعا حضرتك عشان تعمل dental implants لازم ان حضرتك تحط حاجتين قدام عينيك, اول حاجه الفانكشن, تاني حاجه الاثيتكس, ولو هي في الاثيتكس زون يبقى اول حاجه الاثيتكس تاني حاجه الفانكشن. حلو قوي, عملنا dental implants, مسكت حطينا عليها crowns, جه العيان بعد سنه بيقول لحضرتك انا عندي المنظر ده, تفتكروا احنا اخطأنا في ايه هنا؟ يعني الخطا هنا جه منين؟ اول حاجه الامبلانت ديستريبيوشن او البلاننج او الدايجنوزز, وانا بحب ابدا دايما بمحاضراتي بان حضرتك تعمل بروبر دايجنوزز, لازم يبقى في بروبر دايجنوزز تو ذا بيشنت. جينجيفال بايوتايب, هل هي ثين ولا ثيك؟ هل في كريتيشن تيشو كفايه ان هي تستحمل فورسز دي ولا لا؟ البون اخباره ايه ثرو سي بي سي تي؟ حضرتك الامبلانت بوزيشن والامبلانت ديستريبيوشن حضرتك هتعمل فيه ايه؟ هو ايه الميسنج؟ لو من الكراين للكراين حضرتك هتوزع الامبلانتس بتاعتك ازاي؟ لو التو سنترلز هما اللي مفقودين هل حضرتك هتعمل تو امبلانتس ولا هتعمل وان امبلانت تعمل عليها كانتيليفر؟ في ناس بتعمل كده. طبعا انا ضد الكانتيليفرز في الامبلانتس, يعني كل ما حضرتك بتزود دنتال امبلانت كل ما بيبقى احسن فور ذا بيشنت. النقطه اللي انا قلتها دي مهمه جدا. جينجيفال بايوتايب هستفاد بها ايه؟ هستفيد بيها ان انا لما يبقى عندي ثيك بايوتايب هبدا ان انا يبقى عندي فوليوم كفايه ان انا اقدر امينتين الاستراكشر اوف السوفت تيشو او الجينجفا اراوند البون. لو انا عندي كريتينايزيشن عالي او كتير, كريتينايزيشن تيشو او كريتينايز تيشو ده زي بالظبط المساعدين بتوع العربيه. المساعدين بتوع العربيه وظيفتهم ايه؟ ان هم ياخدوا او يمتصوا شق اللي حضرتك بتعملها في لو خرج خدت مطبات, لو في اي فورس نزلت على العربيه. نفس الحاجه applies to the gingival cretinized tissue, it is the support and it is the shock absorber for the gingival tissues. فلازم دي برضو نعرف نقيسها مظبوط. طيب المال positioning of the implant, يعني حضرتك لو حطيت implants قدام قوي, لو حطيت implants ورا قوي, البوزيشن بتاع الامبلانت بينفعك في ايه؟ ان حضرتك لو حطيت implants بكلي جدا هيبدا ان البون بكل يحصل له ريزوبشن, هيبدا السوفت تيشو يفولو وهيحصل له ريسيشن وهيبدا يبان عند حضرتك المنظر ده. يبقى من الاول انا محتاج ان انا اعمل بروبر دايجنوزس فور ماي بيشنت. انا العيان هيجي لي بيقول لي والله يا دكتور انا عندي ميسنج سنترلز ولاترلز وكينوت, يعني ما عنديش غير الفور والفور. طبعا صعب قوي ان انا اعمل له بريدج من الفور للفور او من الفور والفايف للفور والفايف, هتبقى فيري لونج سبان, ودايما بتبقى مشاكلها ان احنا بيحصل لنا فود امباكشن وممكن يحصل فراكتشر للبريدج ده ساعات اندر فورسز عاليه. طيب خلينا بقى نركز على الحته دي قوي. يعني حضرتك دلوقتي لو جالك عيان عنده بروكسيزم او بروكسر, مش دي حاجه تستحق ان نعملها بروبر دايجنوزز؟ يعني العين البروكسر ده هيحصل له ايه؟ ممكن لو انت عملت له اي بريدج حتى لو على دنتال امبلانت ممكن يحصل, مظبوط. تاني حاجه زي ما انتم شايفين يا دكاتره عندنا البينك بورسلين هنا كتير, عندنا البينك بورسلين هنا كتير, ده معناه ان من الاول كان في جينجيفال بروبلم. اولا فاكرين زمان في الجامعه احنا محتاجين نركز قوي في حته الجينجيفال انفلاميشن ساينز, يعني ايه؟ يعني لو في سوالين, لو في ريدنس, لو في بليدنج اون بروبينج, لو في بوكيت ديبث في الجينجيفال, الكلام ده كله لازم نعمل له بروبر دايجنوزز قبل ما ابدا, عشان خاطر لو انا عملت دنتال امبلانتس في انفلام جينجيفا هتحصل لي مشكله, هتحصل لي ريسيشن, هيحصل لي جينجيفال انلارجمنت, هيحصل لي جينجيفال انفلاميشن, ممكن يؤدي للمشاكل. يبقى انا احب قوي ابدا المحاضره بتاعتي النهارده بتنويه عام ان احنا لازم ننتقي العيانين بتوعنا. معناها ايه؟ patient selection, precise اكتر proper patient selection. حضرتك ممكن تقول للعيان بتاعك لا, طب ما السؤال تقول له طب ما ينفعلوش implant وما ينفعلوش bridge, طب ايه اللي ينفعله؟ ممكن removable denture. ليه الناس دايما ما بتحبش removable denture؟ عشان خاطر طبعا مشاكل ان it's removed تحط وتتشال والناس نفسها ان هي يبقى عندها حاجه fixed. بس if the case is not supported or it's not indicated for implants and bridge, لا يا جماعه في حلول, removable bridge, removable denture, حلو جدا, flexible, الدنيا كلها هتبقى زي الفل. What to expect from soft tissue grafting for dental implants, ايه اللي انا بقى بتوقعه؟ خلاص انا دلوقتي عملت proper diagnosis واكتشفت ان العيان ده عنده مشكله, اكتشفت ان العيان ده عنده soft tissue problem. طيب انا ايه اللي انا متوقعه او العيان متوقعه من الsoft tissue grafting؟ اول حاجه
ان انا ارجع الجينجفا للاوريجينال فورم بتاعتها thus supporting proper ethics. ده في اي حته بقى في البوستيرير او الانتيرير. طيب ان انا اسابورت الدنتال امبلانتس بتوعي in place by proper gingival volume عشان يحمي to protect the underlying bone. فبالتالي support للإمبلانتس بتاعتي under masticatory function. يعني حاجتين، بزود الاثاتكس، بخلي الفورم around the dental implant شكلها حلو، في نفس الوقت بحمي البون اللي تحت الجينجيفا بان انا بزود الفوليوم والكتنايز تيشو بتاعي. ايه بقى للعيان؟ العيان بقى يعني انت this is what you expect لما تيجي تعمل gingival grafting. طب ايه اللي العيان expecting؟ اولا ان انت تديله شكل حلو للكراونز وبابيلا نايف ايدج جميلة بين الكراونز بحيث ان هو يبقى حاسس ان هو رجع او we restored his original frame. تاني حاجة ان هو لما ياكل او يعمل masticatory function ان الفانكشنز بتاعة السوفت تيشو ما تتأثرش على مدار السنين. زي ما قلت في الاول انا مبسوط قوي بالدنتال امبلانتس بتاعتي وعملت دنتال امبلانتس مظبوطه ومسكت، بعد سنتين ثلاثه حصل ريسيشن. طب ما ده انا مش عايز ده، انا مش محتاج ده، انا عايز احافظ باستمرار على السوفت تيشو بتاعتي شكلها حلو بحيث ان هي افتر 5 ييرز اور 10 ييرز فولو اب يجي العيان في ساينز اوف انفلاميشن دنتال امبلانت. طبعا بتبقى مشكله جامده قوي لو العيان جه بالامبلانت بين زي ما شفنا في الصوره قبل كده والسوفت تيشو معمول لها ريسيشن، دي بتصعب عليك التريت. لو انت يو دايجنوز ذس فروم ذا بيجنينج وهنقول ازاي في المحاضره هتسهل عليك قوي بعد كده البروبلمز. ايه هي الحاجات بقى الاكسبكتنج اللي احنا قلنا عليها؟ اول حاجه مينتيننج الانتجريتي اوف ذا سوفت تيشو اراوند الدنتال امبلانتس، اشورينج انف كريتنايز تيشو اراوند الدنتال امبلانت ابون امبلانت انسرشن اند امبلانت لودينج. يعني حضرتك بتتاكد ان عندك كريتنايز تيشو بروبر لما حضرتك بتحط الدنتال امبلانت ولما حضرتك بتحط الكراون. كرييتنج بروبر ايمرجنس بروفايل فور انشورينج ذا كونتينيوتي اوف بروفيتيك ابلاس. ايمرجنس بروفايل مهمه جدا، لازم يبقى عندك شكل البابيلا طالع عشان الكراون لما يبات على الامبلانت تبقى الامور واخده شكلها الطبيعي. ما ينفعش ان يبقى عندي راوندد جينجيفا، ما ينفعش ان يبقى عندي فلات جينجيفا. اشورينج بروبر بروتكشن اوف ذا سوفت تيشو فروم انفكشن اراوند ذا دنتال امبلانت. سوفت تيشو هي البوابه، هي الجيت اللي بيخلي الانفكشنز يخشوا على البون ويبدا يعمل مشاكل البيري امبلانتايتس والميكوزايتس قبلها. طبعا البيري امبلانتايتس معلومه برضو زيها زي البيريودونتايتس جينجيفال انفلاميشن وذ بون ديستركشن، لكن الميكوزايتس اراوند دنتال امبلانت زيها زي الجينجيفايتس جينجيفال انفلاميشن وذاوت بون لوس. ده شكل الدنتال امبلانت والامرجنس بروفايل بعد ما نحط له يا اما كاستمايزد healing color يا اما prefabricated healing color. prefabricated يعني معموله already customized، يعني انا ببدا اعملها بالكومبوزيت. من الناس اللي شافت الحاجات دي على النت ممكن ان انا اعمل بالكومبوزيت customized healing abutment او healing color. healing color بيساعدني ان هو يديني الشكل اللي قدامكم ده بحيث ان انا يبقى عندي cavity محترمه emergence profile مظبوط، الكراون لما يجي ينزل يبات فيها اكن بالظبط الكراون ده طالع من جوه الجينف. طبعا معلومه برضه بحب اقولها ان حضرتك لا اكتر الاريا وايت، ده معناه ان الهيلينج كولر ده كان عامل امبريجنيشن جامد قوي على المكان فعمل ستينوزس للبلاد سبلاي. ده مش صح، عندك الحته دي حمراء كده محمريه شويه زي ما احنا شايفين، ده معناه ان اتس نورمال بلاد سبلاي او نورمال بلاد فلو. سوفت تيشو اوجمنتيشن تكنيكس ايم تو كرييت ان اوبتيم سوفت تيشو انفايرمنت، اقصح واحسن حاجه سوفت تيشو انفايرمنت اراوند الدنتال امبلانتس to improve implant prognosis and or prosthetic cosmetic integration. كل القصه بتاعتنا يا شباب النهارده ان احنا بنحاول نحافظ على السوفت تيشو اراوند الدنتال امبلانت بقدر الامكان بحيث ان احنا نحافظ على الانتجريتي اند ذا فولو اب اوف ذس امبلانت فور سيفرال او ماني ييرز. However, it should be noted that the recommendations that follow are essentially based on clinicians' opinions as scientific data regarding indications of technique selection are very limited in the literature. طبعا احنا عندنا حاجه مهمه جدا ان في الليتريتشر دايما يقول لحضرتك according to your case according to your case. طبعا احنا خدنا ايام الجامعه ميلر كلاسيفيكيشن، خدنا الجينجيفال انفلاميشن كلاسيفيكيشن، خدنا البوكيتنج ديبث، الكلام ده كل كيس على حده ليها
التريتمنت اوبشن بتاعها. كل كيس على حده ليها الديل هاندلنج بتاعتها. فما ينفعش ان انا النهارده اجي احدد لك اقول لك النهارده احنا عندنا جنرال رول لكذا. لا، احنا النهارده بنعرض بعض الحلول وبعض الجرافتنج تكنيكس اللي حضرتك هتختار منها اكوردنج تو يور كيس اللي بتجيلك. فنرجع نلخص الجمله دي: it is according to the clinician's opinion, it is according to the clinician's idea about the case. Create the perfect soft tissue around the dental implant. طبعا حضرتك اول حاجه بتشدنا هي الجينجيفال بايوتايب، هي thick ولا thin. لو thin under the forces والماستكاتري ريليس، لو حضرتك عامل implant inclined buccally شويه او inclined crystally شويه، حضرتك هتلاقي عندك مشكله جامده جدا ان هيحصل ريسيشن، هيحصل لك ديفكت اراوند ذا دنتال امبلانت. فلازم يبقى عند حضرتك البيرفكت جينجيفا من الاول عشان حضرتك تويدستاند او تو بريفنت ذيس بروبلمز. طيب السؤال هنا يا شباب، لو انا عندي المشاكل دي بقى دلوقتي، يعني انا لو جاي لعيان العياده وعنده جينجيفا ريسيشن وطالب مني ان انا اعمل له دنتال امبلانت، وطالب مني ان انا اخلع ديفكت التوث لو هي ايريستوربل واعمل دنتال امبلانت، ساعتها بس I'll have the idea about creating an optimum soft tissue environment by grafting the soft tissue that I have and solving the problem. ان انا اقدر احل المشكله دي، هي دي بقى اللي انا جاي اعلمها لك النهارده. طبعا دي ما جاتش من يوم وليله، دي جت by practicing, by grafting كتير. grafts failed، حصل لها failure. جماعه الفيلير ده اول سبب للنجاح، اول سلمه للنجاح. صدقني انا ياما implants failed من عندي، وياما grafts وقعت، وياما وزعلت طبعا لان انا كنت ساعتها صغير. بعد كده اكتشفت ان انا لما عرفت اخطائي وبصيت عليها، عرفت ان انا اقدر ان انا اموديفاي التكنيكس، واقدر ان انا الابديت شغلي، وابدا ان انا اوصل الاوبتيمم ريزلتس او الاوبتيم سوليوشن عشان احل المشاكل دي. فنرجع مرجعنا تاني، انك انت تو كرييت الاوبتيمم سوفت تيشو اراوند الدنتال امبلانت، ده مهم جدا حمايه للكريتنايزيشن تيشو، حمايه للسوفت تيشو بايوتايب. What are the difference between soft tissue around natural teeth and soft tissue around dental implants? سؤال مهم. هو ليه يا شباب او يا دكاتره بقى، عشان ممكن يبقى في دكاتره كبار معانا يعني بيشوفوا المحاضره، ليه دايما ربنا سبحانه وتعالى خالق السنه بتستحمل اكتر بكتير من اي حاجه صناعي احنا بنحطها؟ يعني ايه الفرق من الاخر ما بين الدنتال امبلانت؟ ليه الدنتال امبلانت بتجيت لوست اسرع من السنه؟ انت السنه الناتشرال تلاقيها قاعده في السوكت لفتره طويله جدا، عماله موبيليتي جريد 1 موبيليتي جريد 1 بعد كده موبيليتي جريد 2 موبيليتي جريد 2 بعد كده موبيليتي جريد 3. طب ليه انت الامبلانت فجاه تلاقي البكتيريا اللود انفلتريتد تو ذا بون دايركت اند حصل بون ريزوربشن اند امبلانت لوس؟ اولا كونكتيف تيشو، كونكتيف تيشو نسبتها عاليه جدا عن الناتشرال تيف. بريدونتال ليجمنتس بتقدم نيوترنس، بتقدم فورس ويل ستاند اكتر، بتقدم اتاتشمنت ليفل اعلى عن الدنتال امبلانت. الكيراتينايزيشن في السوفت تيشو اراوند الناتشرال توث اكتر واحسن، البلاد فلو اراوند الناتشرال توث احسن واكتر، لكن حوالين الدنتال امبلانت انت الفورسز نازله دايركت على البون، الفورسز نازله دايركت على البون، فبالتالي انت ممكن تخسر بون اسرع في الدنتال امبلانت. عشان كده النهارده احنا بنقول soft tissue around dental implant is mandatory. ما ينفعش انك تقول ده انا جات لي حاله فيها سنه بتلخلخ والsoft tissue حواليها كانت ضعيفه، مش مشكله. الدنتال implant مختلفه، لو انت حطيت دنتال implant في soft tissue defected هيجي لك disease اصلا. This implant will fail much more faster than the natural tooth. فطبعا احنا قلنا بعض الاختلافات ما بين الناتشرال tooth والدنتال implant، وجاوبنا على سؤال ليه دايما الناتشرال tooth بتبقى احسن من الدنتال امبلانت. انا كبريدونتست بحاول احافظ على السنه للنهايه، لكن لو جات لي سنه جريد 3 وخلاص او شكت على ان هي تبقى لوست، حصل لها لوست لاتاتشمنت كله، ببدا ان انا افكر طب انا دلوقتي لو عملت بريدج يبقى اصلح لعيان، ولا عملت دنتال امبلانت يبقى اصلح لعيان. وطبعا يا جماعه احنا لما نيجي نسكاس الامور دي مع البيشنت لازم ان انا ادخل البيشنت فاكتور معايا، يعني اولا الكوست، ثانيا الجنرال هيلث بتاعت البيشنت، لو هو سموكر، لو هو عنده ستيمك ديزيز، لو هو الكلام ده كله بتعمله دياجنوز من قبل. يعني لو هو سموكر، هيفي سموكر، عنده دايابيتس، عنده هايبرتنشن، الدايابيتس طبعا بتعمل ريتاردد هيلينج، كل ده هيفيفر فين في البريدج في الفيكست.
لكن مش هيفيفر قوي في الدنتال امبلانت. تاني حاجه هنعملها دايجنوز هي السوفت تيشو نفسها والبون، سوفت تيشو والبون والمكان اللي انا بحط فيه الدنتال امبلانت. بيري امبلانت سوفت تيشو ديفر فروم بيريدونتال سوفت تيشو ان تيرمز اوف ستراكشر، مور كولاجين فايبرز ان بارل ارينجمنت اند ديفنس كاباسيتي، فيور سيلز طبعا في الدنتال امبلانت. Although the presence of keratinized tissue is not essential for implants, لأن طبعا حضرتك في الإمبلانت بتعتمد اعتماد كلي على الثريدز، primary stability, osteo integration, and the in contact between the bone and the implant. لكن الكريتينايز تيشو للسوفت تيشو ذات نفسها على الدنتال إمبلانت مهمة. لأن لو العيان ده عمل ماستيكيشن عنيف شوية، لو عنده بروكسيزم، لو عنده أي أوكلوزال هابتس بتأثر على السوفت تيشو هيحصل ريسشن. فإت كان certainly facilitate plaque control which is a crucial prerequisite long term implant success. هي لازم الكريتينايز تيشو تبقى موجودة عشان تبعد الكالكولس والبلاك ديبوزيتس، تساعد على cleansing of the soft tissue، فبالتالي تديك healthy tissue around the dental implant. الامبلانت ذات نفسها هي مش محتاجة كريتينايز تيشو، بس السوفت تيشو around the dental implant هي محتاجة كريتينايز تيشو، فبالتالي حضرتك لازم تعمل proper diagnosis وهنقول ازاي حالا. General idea about soft tissue augmentation. دي صورة زي ما انتوا شايفين في الصورة الأولانية هنا، هنا حاطين healing color. في soft tissue defect أو crater ضعيف شوية، ده بعد فترة لما العين يبدأ يأكل عليه هيبدأ الحتة دي تضعف أكتر وهتبدأ يحصل لها more deterioration. عملنا حاجة اسمها envelope flap، فتحنا circular incision هنا وcircular incision هنا، وبدأنا إن احنا ناخد graft. دي اسمها connective tissue graft. يعني ايه كونكتيف تيشو جراف؟ يعني انا فتحت الابيثيليوم في الدونر سايت بتاعي، سوري في الريسيبي في الدونر سايت اللي هو المتبرع، خدت الكونكتيف تيشو اللي جوه وحابب ان انا اعمل بيها اوجمنتيشن او بالعربي ارقع بيها المكان اللي فيه الديفكت، وحابب ان انا اقفل تاني الابيثيليوم على الهيلينج كولر بتاعي. وده المنظر النهائي. شايفين بقى هنا بقى فيه ثيكنس، بقى فيه فوليوم عن هنا، يعني الصوره هنا وهنا هنلاقي ان في ديفرنس ما بين الصوره هنا والصوره هنا. These are other examples of soft tissue augmentation. دي حاجه اسمها free gingival graft. يعني ايه free gingival graft؟ يعني انا خدت حاجتين بقى، خدت الابيليوم وخدت الكونكتيف تيشو مع بعض. طيب هل انا محتاج هنا ان انا اقفل فلاب تاني على الابيليوم؟ نو no. لان انا اوريدي عندي ابيليوم خارجي وكونكتيف تيشو داخلي، فانا يا دوبك بخيط الجرافت دي الديفكتد اريا وخلاص. بس هي الفلاب اللي انا عملته تحت هو هيحصل لي سبونتينيوس هيلينج مع الانسيجن لاين اللي انا عملته. طيب الصوره دي اسيلر ديرمال ماتريكس جرافت، يعني جرافت صناعي. ليه اخترعوا جرافت صناعي؟ عشان خاطر في بعض البيشنتس بيعترضوا ان انا باخد جرافت منهم، يقول لك لا يا دكتور انت مش هتاخد جرافت مني. وطبعا احنا عارفين ان الجرافت احنا بنعملها هارفستنج من البالت، من اول الديستال اوف ذا كيناين to the mesial of the six، عشان اتحاشى greater palatine artery و greater palatine nerve. بس greater palatine artery هو الاساس. نحرك لو عملت injury greater palatine artery هيعمل لك مشكلة جامدة جدا في البليدنج، الاكستنسف بليدنج، وعام ممكن يخش الهوسبيتال ويبقى hospitalized. فنرجع تاني، دي اسمها connective tissue graft، ودول الحقيقة grafts اللي احنا نتكلم عليها النهاردة to augment the tissue around the dental implant. الخيط ده باي ذا واي اسمه جورتكس، تمام. احنا عندنا 4 تايبس اوف سوتشر، عندنا السلك ده اللي كلنا بنستخدمه، عندنا بولي بروبيلين اللي بيبقى عامل زي سناره الصيد، عندنا الفكر اللي هو بيبقى ريزوربل وده اللي احنا بنستخدمه في الاتاتكس في الاتاتيك اريا، وعندنا الجورتكس من الامعاء بتاعت الكاوز والشيبس، دي احسن واحده بس مش متوفره كتير في مصر. طيب ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن اقابلها؟ تعالوا بقى ندسكاس كل كومبليكيشن او كل كيس لوحده. طبعا الكيس الاولانيه دي العيان بيجي لي مفيش اي مشاكل خالص، فتحت فلاب. العيان بيشتكي ايه من هنا؟ بيشتكي اولا من فود انترابمنت، من سنسيتيفيتي، من بين وايل ماستيكيتنج. لان طبعا حضرتك عندك هنا بيري امبلانتايتس او بدايه بيري امبلانتايتس وريسيشن. لو حضرتك فتحت، لو شفت العيان ده كلينيكال بيقول ده بوكيت خالص ننضفه بالكامل ونمشي العيان، لا this is not the solution. انا لازم افتح الفلاب، انظف الحته دي كويس، اشيل منها جرانيليشن تيشو، جرانيليشن تيشو اللي فيها البكتيريا اللود كله، واعمل ممكن دي ثريدنج للحته دي،
وابدا ان انا اوجمنت الاريا وذ بون اوجمنتيشن. الحته دي ممكن برضه اعمل لها سكيلنج وروت بلاننج كويس واقفل تاني without changing the crowns. طب الحاله الثانيه دي اخبارها ايه؟ طبعا دي obvious ان انا مطلع الامبلانت بقل شويه، يعني the shadow of the dental implant appears buccally, then I need to augment both the soft tissue عشان very thin biotype. تاني حاجه I need to augment the bone. طبعا اذا كنت في ديبيت دايما دايما لما بيجي لي الحاله دي في العياده، هل augment the bone بس ولا هل augment soft tissue بس ولا هل augment الاثنين؟ اديك general rule تحطها حلقه كده في ودنك، الحاجه اللي انت شايفها lost دي لازم تعوضها. يعني لو حصل عندك recession مع slight bone resorption، طب ما انت ممكن تعمل soft tissue augmentation وتعمل recontouring للجينجيفا تاني، هتلاقي البون حصل له regeneration. بس لو انا عندي بون عنيف حصل له resorption، ساعتها I have to augment with bone and I have to augment also with soft tissue. زي الحالة دي، الحالة دي واضح او ان في بون loss لو فتحت flap، ومحتاج برضو to augment الحالة دي بايه؟ بجرافت. طبعا الحاله دي هعملها جرافتنج بايه؟ بفري جينجيفال جرافت، لان انا في الغالب لما هفتح فلاب بتاعي وهرجع ارجعه تاني عشان اغطي على كونكتيف تيشو، مش هيرجع، مش هيبقى ابليكابل. انا لازم لو استخدمت الكونكتيف تيشو جرافت لازم ارجع عليها الفلاب تاني عشان خاطر اغطيها. لكن لو انت عندك ثين باي تايب من الاول وجيت ترجع الفلاب ده تاني عليها، هتبقى مشكله كبيره. تعالوا نبص هنا كده في الكيس نمبر 3. طبعا هنا من الواضح ان في thick biotype. قيس الثين والثيك biotype ازاي؟ بثلاث طرق. عندك حاجه اسمها ترانس الومينيشن، هتحط البيردونتال بروب في البوكيت، لو بان من بره، لو بان البروب بتاعك من بره يبقى هنا في ثين biotype، لان هو مش مفروض البروب ان هو يبان. طيب لو ثيك biotype بقى، لو ثيك biotype مش هيبان خالص البروب بتاعك. هنا يعني I assume by the clinical vision كده look the first diagnostic look ان ده ثيك biotype. ايه اللي حصل هنا؟ ممكن يبقى حصل ريسيشن. بسبب ايه؟ بص بقى الجنرالايزد ريسيشن اللي موجود. العيان ده موست بروبلي بروكسيزم، وموست بروبلي بيغسل سنانه بطريقه خاطئه. تروماتيك ريسيشن، عنده تروما زياده على الجنجيفا ادت الى الفيصل. اخر حاله برضو ثيك باي تايب، بس من الواضح ان التمبري حصل فايوليشن البيولوجيكال ويدث. البيولوجيكال ويدث دي المكان السيفتي بتاع الاريا اللي لو دخلت فيه باي حاجه اراوند انت الامبلانت هيحصل ريسيشن، اللي هو بيبقى 0.97 جنكشن ابثيليوم وبيبقى 1.9 كونكتيف تيشو. دخلت بالكراون بتاعي عمل ريسيشن، الناحيه الثانيه ما فيش، بس هنا هتلاقي فيه ريسيست اريا جامده جدا. هنا انا محتاج اعمل سوفت تيشو اوجمنتيشن بس، هنا انا محتاج اعمل سوفت تيشو اوجمنتيشن بس، هنا محتاج بون وسوفت تيشو، هنا محتاج بون بس، لان من الاول ما كانش فيه سوفت تيشو ايه لوس. ايه هي بقى الانديكيشن بتاعت السوفت تيشو اوجمنتيشن بتاعتي؟ اول حاجه ان انا عايز ازود الكريتينايز تيشو اوجمنتيشن، عايز ازود الكريتينايزيشن، دي ليها سيفرال اوجمنتيشن تكنيكس. تاني انديكيشن ان انا عايز ازود السوفت تيشو فوليوم اوجمنتيشن، عايز اعمل ثيكنينج للسوفت تيشو. يعني انا دلوقتي عندي ثين بايوتايب، عايز ازود الفوليوم، دي ليها الاوجمنتيشن تكنيكس بتاعتها. عندي ثيك بايوتايب بس عايز ازود الكريتينايزيشن بتاعتها، دي ليها برضو الاوجمنتيشن تكنيكس بتاعتها. لو انا عايز ازود الكريتينايزيشن تيشو بتاعتي، اول حاجه الريديوس كريتينايز تيشو هايت less than 2 ملم or less than 1 ملم is associated with insufficient plaque control. دلوقتي في حاجه اسمها رولينج تكنيك. الرولينج تكنيك ده انا بجيب البيردونتال بروب بتاعتي كده وببدا اعمل رولينج على الجينجر. لو اتحركت معايا جامد، لو اتحركت معايا جامد، ساعتها ده معناه ان مفيش كريتينايزيشن اصلا. ده معناه ان I need to augment for to restore كريتينايزيشن تاني. لكن لو انا عندي thin biotype بالطريقه اللي احنا قسناها، وبعد كده لقيت كريتينايزيشن عندي عالي جدا وقوي، تمام؟ ساعتها I don't need to augment with the techniques that will restore the كريتينايز تيشن. I need to augment with the techniques that will increase the volume، اللي هيزود لي الفوليوم بتاعي. طيب الشالو فيستيبيول طبعا دي هنا محتاجه ان احنا نزود الكريتينايز تيشو. سوفت تيشو كوانتيتي از تو سمول تو اشور كفرنج ذا اوجمنتد بون ارياز. طبعا احنا عندنا الكريتينايز تيشو زي ما اتفقنا فائدتها ان هي بتستحمل الفورسز النازله وبتعمل لي سلايد بلاك كنترول. الفكره كلها برضو ان مع الكريتينايز تيشو انا محتاج فوليوم، محتاج فوليوم عشان خاطر يوذ ستاند الفورس. فانا ممكن اعمل ميكسينج بتوين سيفرال اوجمنتري تكنيكس. دي صوره مثلا للانسفيشنت كريتينايز تيشو.
طبعا زي ما انتم شايفين التيشوز ار فيري فلابي، ده مش الهيلينج كولر، ده امبلانت وذ كفر سكرو. طبعا المشكله كلها انك انت لما يبقى عندك لس كريتنايز تيشو الدنيا بتبقى فيري فلابي معاك بالمنظر ده، بتبقى ريدني انفلاميشن، بيبقى فيه بلاك اكيوميليشن فظيع. ليه؟ عشان خاطر حضرتك يو ديد نوت دايجنوز البروبلم من الاول بروبرلي، تقلي حصل لك المشكله دي. طبعا هنا ترانس الومينيشن اوف دنتال بروب اهو البريدونتال بوكيت، حصل هنا ريسيشن بسبب الثين بايوتايب اللي موجود. يعني دي سيفرال كومبليكيشنز برضو احب اعرضها من الحالات بتاعتنا. طيب سوفت تيشو فوليوم اوجمنتيشن، لو عندك ثين بايوتايب، لو عندك ريدج ديفكتس، لو برايمري سوفت تيشو كلوجر. يعني انت حضرتك لو عايز برايمري سوفت تيشو كلوجر تمام لازم يبقى عندك ثيك بايوتايب عشان يقفله. انت دلوقتي فتحت انسيجن، حطيت الدنتال امبلانت بتاعك، عايز تقفل، عايز تقفل السوفت تيشو، لازم يبقى عندك سفيشنت سوفت تيشو فوليوم عشان يقفله وتقدر تخيط. يبقى اذا كانت القصه كلها بتتقص ان انا اي نيد تو اوجمنت فور كريتنايزيشن اور اي نيد تو اوجمنت فور سوفت تيشو فوليوم اور اي نيد تو اوجمنت فور بوث. دي طبعا سوفت تيشو فيري ثين باينه اهي، وهنا طبعا الشادو اوف دنتال امبلانت باين. The decision to perform a soft tissue augmentation technique on the risk assessment. These two parameters should be evaluated at the beginning of the treatment as additional surgery is not always well received by the patient. أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا بقى في مجال شغلنا في البيريو. طبعا حضرتك لو عملت soft tissue augmentation والسيرجري دي باظت أو ما نجحتش لأي سبب ما، البيشنت بتاعك هيفقد التراست لنسبه كبيره قوي ومش هيتقبل منك انك انت تعمل سيرجري ثانيه. يبقى برجع عيد تاني وبنصح من الاول حضرتك تعمل بروبر دايجنوز، تشوف ايه المشكله اللي عندك، هي سوفت تيشو ثين بايوتايب ولا هل هي كريتنايزيشن، هل هي بون ولا هل هي سوفت تيشو بس، هل هي الاثنين مع بعض. طيب ما احنا كل ده عمالين بنتكلم ان يو نيد تو اسس الكيس ديبندنج على يور اون اوبينيون. طيب حضرتك ما بتعرفش تعمل الكلام ده خالص، ريفير الكيس. Referral is not an issue. Referral is not a problem at all. تمام؟ دي كيس برضو أنا جايبها من تكست بوك، يعني الحالات التانية كانت بتاعتي دي كيس أنا جايبها من تكست بوك. بص حضرتك من الأول عندك ريسيشن. السنة هنا لو دي هتتخلع أهي فيها مشكلة، فيها internal resorption وخلاص قررنا إن إحنا هنخلعها ونحط أنت الإمبلانت. You have to augment this recession first. اخترنا ان احنا نحط كونكتيف تيشو جرافت مع ان الكونكتيف تيشو زي ما اتفقنا ما بيبقاش اكسبوزد، بس انا ليه قلت كونكتيف تيشو؟ عشان اي نيد ان انا اوجمنت الحته الداخليه دي، اي نيد ان انا الحته دي تبقى اوجمنتد. This is the end result زي ما حضراتكم شايفين، هيحصل نكروز بسيط للحته الخارجيه دي وبعد كده هبدا اعمل سي بي سي تي، اعمل رينج بون، وزي ما انتم شايفين الريزلت سوفت تيشو از فيري نايس. فبالتالي حضرتك لازم تاساس الكيس من الاول، تشوف هل ده ريسيشن. طب لو انا خلعت وحطيت الدنتال امبلانت على الريسيشن ده، لما اجي احط الكراون هلاقي ريسيشن برضو، لان هي اوريجينالي كان فيها ايه. نبدا نتكلم واحده واحده على الكلينيكال بروسيجرز بقى اللي موجوده عندنا او الاوبشنز اللي موجوده عندنا. اول حاجه ايبيكالي بوزيشند فلاب. ايبيكالي بوزيشند فلاب از ا سمبل تكنيك ذات كان بي ابلايد ديورينج امبلانت بليسمنت اور ات سكند سيج سيرجري. Initial incision is placed on the lingual palatal side to manage a band of retinized tissue on the vestibule. It's the technique of choice for non-aesthetic areas. طبعا epical position flap معناها ان انا باخد الجنجفا وبنزلها لتحت شويه عشان اتخن الجنجفا بتاعتي. يعني انا عندي الجنجفا عامله كده، ببدا ان انا ارجعها لورا، كل لما ارجعها لتحت كل ما البكال سيرفيس بتاعها بيتخن. ليه انا خدت الانسيجن بتاعتي palatal؟ عشان احافظ على الباند اوف كريتنايز تيشو اللي عند الميوكو جينجيفال لاين. هنا لو انا خدت الانسيجن بتاعتي في وسط الميوكو جينجيفال لاين هقطع الباند اوف كريتنايز تيشو وهضعف السوفت تيشو زياده. ايبيكال بوزيشن فلاب از بيرفورمد وان ذا كريتنايز ميكوزا كوانتيتي از ليميتد ات ذا تايم اوف امبلانت بليسمنت. This is an example of the apical position flap. دلوقتي الطبيعي ان انا هعمل اكسبوجر للدنتال امبلانت هنا وهنا واحط الهيلينج كولرز بتاعتي، بس احنا عملنا ايه؟ رحنا واخدين انسيجن فيرتيكال ريليزنج انسيجنز اهم، وخدنا كريستال انسيجن باليتال شويه عشان ما دمرش كريتنايزيشن اللي هنا،
ورحت مرجع السوفت تيشو دي كلها لقدام، زودت لي، بص زودت لي الباند دي كلها من السوفت تيشو. ايه مصير البون اللي موجود هنا؟ خدوا بالكم من حاجه بقى، انا هنا خدت حاجه اسمها سبليت ثيكنس فلاب عشان اسيب البيري اوستيوم. سبليت ثيكنس فلاب باللانست مش بالبيري اوستيوم اليفيتور عشان خاطر اسيب البيري اوستيوم اراوند الدنتال امبلانت. البيري اوستيوم هنا بيحافظ على البون ومش بيخلي ان في فيوتشر. بالتالي انا خدت السوفت تيشو دي رجعتها لقدام بحيث ان انا اتخن السوفت من باكل اوف ذا امبلانت وما اضطرش ان انا اخد جرافت من حته ثانيه. Initial incision is displaced on the lingual or palatal side to manage band of cartilage tissue on the vestibule. It's the technique of choice for non-aesthetic areas. ليه non-aesthetic areas؟ لان طبعا حضرتك بتسلف الجنجفا وبتنزلها لتحت فمش هتبقى حلوه قوي. Epical position flap is to decretinize mucosa quantity is limited. يبقى خدنا اول initial for this technique. ده عشان creatinized قليل فبزود بيه الباند اوف كريتينايزيشن لما بقطع بالاتال وبطلعها لقدام. تاني حاجه يا شباب، روتيشن فلاب هاف بين ديفلوبد تو اوجمنت السوفت تيشو فوليوم. اهي انا ده عندي التارجت اريا بتاعتي ضعيفه، لكن عندي النيبرنج اريا دي بتبقى قويه او فيها سوفت تيشو حلو، في كريتينايزيشن كويس وقست وعملت له دايجنوزز. واي نوت ان انت الكريتينايز نيبرنج اريا للادجيسنت تارجت اريا بتاعتي without compromising الدونر سايت، الحته اللي انا استلفت منها. ليه without compromising؟ ان هو اوريدي عنده كريتينايز تقيل او كده وعنده عنده بريوستيم حلو قوي هيساعد ان هو يحافظ على البون ده. فهي بالتالي انا باخدها، باخد تو فيرتيكال ريليز انسيجن كريستال انسيجن او سالكلر انسيجن وبنقل الفلاب to the adjacent neighboring defected area. بالمنظر ده. طب انا بسيب ليه الحته دي attached؟ عشان البلاد سبلاي اللي نازل للروتيشنال فلاب. وقلنا الانديكيشن بتاعتها ان هي فور ايه؟ فور فوليوم، مش فور كريتينايزيشن، لا فور فوليوم. فري جنجيفال جرافتنج allows a better، دي ثالث حاجه، فري جنجيفال جرافتنج allows for a better كريتينايزد تيشو augmentation than all other procedures. The aesthetic result is generally bad and therefore this technique is not recommended in aesthetic areas. ليه بقى يا فندم لما باخد الابيثيليوم والكونكتيف تيشو مع بعض وبحطهم بكل عشان تاوجمنت مش حلوه؟ لان الابيثيليوم باند دي بتبيض، انت لو قطفت ورده مش الورده دي هتموت؟ طيب لو قطفت الورده دي وماتت زي بالظبط اكنك خدت فريجن جرافت من البالت من الاوريجن بتاعها حط مكان تاني، الباند اوف ابيثيليوم ده هيضيع، هيبيض، هيعمل لك سكار، فايتس نوت ريكومندد فور ذيس ريزن ان انا احطها فين؟ في الاثيتيك زون وبالذات في الابر جون. طبعا دي اكزامبل اوف فري جنجيفال جرافت اهي في السنه الطبيعيه وفي الدنتال امبلانت. بنجهز او بنحضر الريسيبيانت سايت بتاعتنا، بناخد الجرافت من البالت وببدا ان انا اخيطها على التارجت اريا بالمنظر. طبعا بعد ما بيحصل هيلينج الباند الوايت باند دي بتبقى سكارد، بتبقى لونها ابيض، فما بتبقاش حلو قوي بالنسبه للبيشنت. يقول لك يا دكتور انا كل ما اضحك في حته بيضاء قدام بتبان. طبعا ده البلد زي ما قلت من الميزل، الصوره غلط شويه بس انا باخد من الديستل اوف ذا كيناين تو ذا ديستل اوف ذا سيكس. في بعض التكست بوكس تقول لحضرتك من الكيناين كله لحد السكس، يعني من الميزيال اوف ذا كيناين تو ذا ديستل اوف ذا سيكس، دي الاريا اللي انا باخد فيها الجرافت. طبعا انا بقيس الاريا اللي انا هاخد منها اكوردنج للريسيبين سايت بتاعي، اكوردنج للمكان اللي فيه الديفكت، هقيسه طولا وعرضا بالبيرودونتال بروب. الوجينيك جرافت اللي هو فريز درايد سكين الوجرافت اسيلولار ديرمال ماتر بي ان الترناتيف تو فري جنجيفال جرافت فور تيشو ستابلايزيشن. الالوجينيك جرافت ده اللي هو الصناعي. It could be an alternative للفري جنجيفال جرافت. اهو في منه كذا نوع. اول حاجه الاوتوجينس ده اللي احنا بناخده اللي هو زي الفري جينيس جرافت. الالو جرافت بقى فيه الو ديرم نيو ديرم والو جرافت، كل واحد فيه استخدام وكل واحد ليه الكرايتيريا بتاعته ديبندنج على نفس الكرايتيريا بتاعت البون جرافتنج اللي هي الاوستيوجينيك اوستيو اندكشن واوستيو كوندكشن. طبعا هنا مش اوستيو بقى، هنا سوفت تيشو اندكشن سوفت تيشو كوندكشن وسوفت تيشو
جينيسيس، زيرو جرافت، تروكاين كولاجين ماتريكس، وميكو جرافت. دي الحاجات الصناعي اللي هي بديله للفري جينجيفال جرافت. اهو دي شكلها، لو حضرتك حابب تستخدمها كفري جينجيفال جرافت مش هتشيل الطبقه اللي هي الخارجيه اللي هي تمثل الابثيليوم. لو حضرتك حبيت تستخدمها ككونكتيف تيشو جرافت يعني داخليا، حضرتك هتفتح الفلاب زي ما اتفقنا وتحطها جوه وتقفل الفلاب بعد كده. وطبعا احنا اتفقنا وخدنا جنرال رول، لو انا عايز اعمل فول ثيكنس فلاب هعمله بالبيريوستيل ليفيتر عشان البيريوستيل ليفيتر بيشيل لك البيريوستيل. لو حضرتك حبيت تعمل سبليت ثيكنس فلاب يعني تسيب البيريوستيل على البون، هتشيل الفلاب، هتعمل سلايسنج باللانست. نيجي للتكنيك المهم والجول ستاندرد بتاعنا وهو الكونكتيف تيشو جرافت، اللي انا من البالت بفتح ابيثيليال دور، باخد الكونكتيف تيشو وبقفل تاني الابيثيليال دور ده. اهي بفتح الريسيبينت سايد بتاعتي، باخد الكونكتيف تيشو بتاعتي وبحطها جوه الايه الريسيبينت بيد بتاعتي وببدا. طبعا الانديكيشن بتاعت الكونكتيف تيشو جراف ان انا بزود بيها ايه، بزود بيها الفوليوم. الفري جينجيفال جرافت انا بزود بيها كريتينايزد والفوليوم لان انا باخد البادي كله. الاسيلر ديرمال ماتريكس بتزود لي بس الكريتينايزد تيشو عشان هي فيري ثين. يبقى احنا اتفقنا الابيكال بوزيشن فلاب انا بنزلها لتحت وبخيط، دي بتساعد ان انا ازود ايه، ازود كريتينايزد تيشو عشان انا ما قطعتش باند اوف كريتينايزيشن، بس ما بتبقاش حلوه فين في الميثاتكس. فري جينجيفال جرافت بتزود الكريتينايزد تيشو نفس الحاجه، ونفس الحاجه برده ما بتبقاش حلوه في الايه، الميثاتكس. طيب اللاترال بوزيشن فلاب بتبقى حلوه جدا في الميثاتكس لان انا ما قصرتش على حاجه وبتزود لي الفوليوم. كونكتيف تيشو جرافت از ذا سيم، باخد من البلد وببدا ان انا اعوض الايه، الكريتينايزد تيشو. في صوره ثانيه واكزامبل ثاني للكونكتيف تيشو بتاعتي اهي، ببدا ان انا افتح الفلاب واحط الكونكتيف تيشو. طبعا يا دكاتره احنا قلنا ان جنرال رول او رول اساسي ان انا يبقى عندي ثيك باي تايب، بحيث ان انا ابدا اقفل ثاني الفلاب على على الكونكتيف تيشو بتاعتي. طيب يبقى احنا كده خدنا الفايف تكنيكس بتوع السوفت تيشو اوجمنتيشن اراوند الدنتال امبلانت، خدنا بعض الصور لهاو تو دايجنوز البروبلمز اراوند الدنتال امبلانت. خلونا نلخص المحاضره بتاعتنا بقى النهارده، يعني اتمنى طبعا ان احنا نكون ادينا معلومه او اتنين نفيد بيها الدكاتره within the topic of soft tissue augmentation. epically position flap احنا قلنا الاثاتكس بتاعتنا حلوه ولا وحشه، قلنا وحشه اللي هي moderate، كريتينايزد مش حلو قوي، الفوليوم لو، الموربيديتي لو. روتيشن الفلاب قلنا الاثاتكس هاي، كريتينايزد اوجمنتيشن مودريت، ما بيزودش كريتينايزيشن بيزود الفوليوم، فوليوم اوجمنتيشن لو وموربيديتي لو، بس الاثاتك عندنا فيري هاي. فري جينجيفال جرافت بتعمل لنا ايه؟ فري جينجيفال جرافت بتزود الكريتينايز تيشو اهو، هاي ان كريتينايز تيشو، مودريت ان فوليوم، هاي موربيديتي. ليه هاي موربيديتي بقى؟ لان زي ما قلت الورده لما تقطفها تموت، فعليك تاخدها من الاوريجن بتاعتها تحطها في حته ثانيه. الوجينيك جرافت اللي هو الصناعي، مودريت مودريت مودريت، والموربيديتي لو طبعا لان هي حاجه يعني ما فيهاش اي نوع من انواع الانفكشن او ان هي ممكن يختلف. سب ابيثيلي كونكتيف تيشو جرافت عندنا الايثاتكس هاي جدا. ليه هاي؟ ان حضرتك دككت الكونكتيف تيشو جوه الديفكت وقفلت عليها الفلاب ثاني، الفلاب الاوريجينال بتاعها. كريتينايز تيشو لو، فوليوم اوجمنتيشن هاي، والموربيديتي مودريت. التايمنج فور سوفت تيشو اوجمنتيشن مهم جدا يا جماعه، يعني دلوقتي لو انا جات لي حاله من الاول عندها مشكله في السوفت تيشو، ساعتها لازم اعمل اوجمنتيشن بيفور دنتال امبلانت بليسمنت. طيب لو انا جات لي دنتال امبلانت بليسمنت وعملت وجالي المشكله دي بعد ما عملت الدنتال امبلانت، لازم تبقى دي براير تو ذا دنتال امبلانت سيرجري. طيب لو جاي الحاله دي بعد فتره طويله والامبلانت محتاج ان هو يتشال او محتاج ان هو يتنظف او معاها بون اوجمنتيشن، يبقى دي ديليد سوفت تيشو اوجمنتيشن. انهي احسن فيهم؟ طبعا اللي هي الايه، البري امبلانت انسرشن، بتسهل لك وتديك فوليوم كويس وكريتينايز تيشو كويس تقدر تستحمله في الدنتال امبلانت بتاعك. تو ستيج امبلانت ديسيجن ميكينج فور سوفت تيشو اوجمنتيشن كان بي بيرفورمد ات سكند ستيج سيرج. في ناس تقول لحضرتك طب انا اوجمنت واحط الدنتال امبلانت على طول. اكوردنج تو يور كيس، اكوردنج تو ذا كيس، لو الكيس تسمح بده، لو الكيس كويسه وتسمح بده،
you can augment and insert a dental implant. لو الكيس ما تسمحش ده عندك ريستريشن عنيف، عندك سوفت تيشو اوجمنتيشن فظيع، عندك انفلاميشن بلاك كنترول، يعني ما يساعدكش انك تحط دنتال، خدها تو ستيج، اوجمنت الاول ريستور السوفت تيشو وبعد كده حط الدنتال امبلانت بتاعك. Demanding aesthetics cases as several soft tissue augmentation could be indicated, they should be performed as soon as possible at the time of tooth extraction, at the time of implant placement, or at second stage surgery. يعني حركة دلوقتي قلنا demanding aesthetics، حركة تعمل bone augmentation في الأول، أو حركة تعمل bone augmentation مع implant insertion، أو أنك هتعمل soft tissue augmentation بعد كده عشان تظبط الكونتور والstructure of the soft tissue. تعالوا نتفرج على فيديو كده جبته لكم من على النت، يعني لحد ما بيوضح فكره الاوجمنتيشن. طبعا لازم نتمرن على الاوجمنتيشن، لازم يبقى فيه ورك شوبس، لازم يبقى فيه براكتسنج على الاوجمنتيشن تكنيكس. هنا زي ما انتم شايفين هنبدا ان احنا نعمل سايكل انسيجن في ديفكت واضح وصريح، مش محتاجين ان احنا نقيسه. هنبدا ان احنا ناخد سيركلر انسيجن. الفيديو ده الحقيقه بيوريك الفوم جل او الفوم سوفت تيشو اوجمنتيشن، يعني حاجه ترندي كده لسه طالعه، بدل ما تاخد جرافت برده من البلت. ده اسمها سيركلر انسيجن، هاخد سيركلر انسيجن بالمنظر ده، هبدا اعمل بالبيروست اليفيتر. احنا قلنا لو هعمل بيروست اليفيتر يبقى انا بعمل فول ثيكنس فلاب ولا سبليت ثيكنس. هنا بقى اهو split thickness، يعني بدأت بالperiosteal elevator ودخلت عملت الباوتش، بس في الأول سبت شوية periosteum يحافظوا على bone integrity، بقيت الحاجة full thickness flap زي ما انتم شايفين، بوسع بالإيه؟ بالperiosteal elevator. بقيس defect width و height وحبدأ أجيب الجيل فوم graft اللي هو الفايبرو جايد، زي مثلا الفايبرو جايد حبدأ أقصه according to الديفكت اريا بتاعتي. هبدا اعمل له تريمنج عشان الادجز، طبعا كل ما تعمله تريمنج كل ما يبقى احسن عشان خاطر الجرافت الفلاب تقفل عليه احسن. بعمل له سوكينج باي سالاين عشان الديستريبيوشن وعشان الكومباتيبلتي، سالاين عشان الكومباتيبلتي، وببدا ان انا اوجمنت الاريا بسوكت باي بلاد، وببدا ان انا اعمل ادابتيشن مظبوط على الدنتال امبلانت وبقفل تاني. دي بديله لايه؟ بديله للكونكتيف تيشو جرافت، اهي اديت فوليوم اديت كريتنايزيشن وهبدا ان انا اخيط الفلاب بتاعتي. دي اسمها انترنال هورزونتال ماتريس، انترنال هورزونتال ماتريس سوتشر، وبعد كده بشيل السوتشر، اديتني فوليوم حلو قوي، ابدا ان انا احط الدنتال امبلانت، او لو الدنتال امبلانت محطوط خلاص. السكند ابروش ان انا ببدا ان انا اخيط الفوم ده ذات نفسه جوه الديفكت، اهو ببدا اخيط، باخد سوتشر في الفوم جرافت وببدا اسوك بسالاين، باخد سوتشر في السوفت تيشو ذات نفسه عشان الادابتيشن. في بعض الاوفرز تقول لحضرتك لا ده الادابتيشن بتاع السوفت تيشو ما ينفعش، انك انت زي بالظبط كانك بتخيط كونكتيف تيشو او فري جنجيفال جرافت، ما هو فري جنجيفال جرافت احنا بنخيطها زي ما وريتكم كده في الصوره، لازم تخيط برضه، تاخد اكسترنال هورزونتال ماتريس تبدا انك انت تعمل الاوجمنتيشن بتاعك. ده كان الفرق وده كان بوست اوبريتيف، تحط الكراون بتاعك بروبر ايمرجنس وفرق. انا بشكركم جدا على حسن الاستماع، وانا مبسوط قوي ان انا معاكم. هي محاضره ظريفه بتتكلم على بيزكس، مفروض ان دي الاوجمنتيشن تكنيكس دي ادفانس شويه، مفروض ان هي بتحتاج منك انك انت تتفرج على فيديوهات، تتفرج على ناس بتعملها هاو تو هارفست الجرافت وهاو تو اوجمنت. بس النهارده احنا تيك هوم مسج، تيك هوم مسج ان حضرتك تعمل بروبر دايجنوزز سوفت تيشو اراوند دنتال امبلانت. ده هيحدد حاجات كتير قوي، هيخليك انك انت تحدد الاوجمنتيشن تكنيك اللي انت محتاجه، هيحدد التايمينج اوف اوجمنتيشن اللي انت محتاجه، هيديك دماغ، هيديك ريزلتس اب تو ذا اكسبكتيشنز اوف ذا بيشنت. انا بشكركم جدا واتمنى انكم تكونوا انبسطتوا من المحاضره.